عليكم ورحمه الله وبركاته. هنروح للحلميه مره ثانيه، لان هي ايام الطفوله زي ما انتم عارفين، ما فيش مسؤوليات الى اخره. ومن اجمل الاشياء اللي احنا كنا بنعيش خلالها واحنا في الحلميه، اللي هو الاحتفال بمولد النبي، وتلاقي الزينات موجوده والانوار في الشوارع موجوده والشوادر موجوده والمدحين الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين في الشوادر، دول قاعدين ليل نهار يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدحين ماشيين في الشوارع وممسكين الاعلام ولابسين اللبس الخاص بتاعهم، وفي ايديهم الطبل وفي ايديهم الرق وفي ايديهم السجاد وفي ايديهم كلها والناي الى اخره، وماشيين والاطفال يمشوا وراهم، تبقى زي مظاهره كبيره جدا، والناس بتبقى سعيده جدا، الناس تخرج من الشبابيك ومن البلكونات عشان تحييهم، لانهم بيحسوا ان هذا يوم فضيل تفضل به سبحانه وتعالى بميلاد سيد الخلق وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فده جانب من الاحتفالات والابتهاجات اللي احنا شفناها في الحلميه في الوقت ده، اللي ما اعتقدش انها موجوده دلوقتي في الدول العربيه او الدول الاسلاميه لانشغال الناس ولتغير الثقافات بتاعت الشعوب حاليا. من الاشياء الثانيه اللي كانت تعتبر زي ما تقولوا ان هي شيء مقدس، اللي هو علبة حلاوة المولد اللي فيها الحمصية والسمسمية والجوزية والفولية والبندقية والملبن، والملبن كان يبقى سادة أو يبقى مثلا بالبندق أو يبقى بالبندق أو بالجوز أو باللوز إلى آخره، ويبقى فيها داخل حاجة اسمها علف كمان، وفيها غير دول بيبقى فيها معاهم إيه، يعني كل هذه الأشياء بتبقى شيء مقدس. طبعا الحاجات دي موجوده دلوقتي، لكن الفارق الكبير بين ما كنا احنا بنشتري علبه المولد في الوقت ده ودلوقتي ما حد يشتري علبه المولد حلاوه المولد، احنا لما كنا بنشتري علبه حلاوه المولد دي كنا بنقعد ناكلها مع بعض، القرص بتاع الفوليه والسمسميه والجوزيه والبندقيه الى اخره، نقعد نكسره عشان كل واحد فينا ياخد حته من كل واحده. دلوقتي ممكن واحد يشتري العلبه دي ويديها لحد ويمشي ويسيبه، تبقى زي ايه؟ زي علبه بسكوت، ما فيهاش الروح اللي احنا كنا شايفينها زمان في الوقت ده. فطبعا انا برجع بالمشاعر دي للوقت ده بالذات، لان دي بتديك قيمه للحياه اللي احنا كنا عايشينها، وكيف كانت ليها قيمه عاليه جدا وقامه عاليه جدا في الوقت ده، في حب الناس لبعضهم. طبعا كنا في الوقت ده الوالد لما كان يحب يروح يزور بعض قرايبه اولاد، يعني اللي هم اولاد اخواته من البنات بالذات، لازم يكون معانا علبه حلاوه المولد دي ونديها لهم عشان شيء من احترام الوالد لاقاربه او اقاربنا احنا في نفس الوقت. طبعا المشاعر دي هي مشاعر بتبني جزء من الشخصيه وبتكون جزء من الشخصيه بتاعت الطفل في الوقت ده، اللي هو بعد كده بيتذكرها ويبني عليها قيم واخلاقيات اخرى. اشكركم لمشاهده الفيديو، وأتمنى أن أنتم تشاركوا مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.